كان معايا من في فترة كده وبعدين بيقول لي يعني انت يعني انتوا في الطبيعي في اي لا في الملعب يعني ساعات ولا بعد احنا بنلعب وانتوا بتلعبوا الطبيعي في اي في اي ماتش ان في حاجه اسمها جس نبض ربع ساعه 10 دقايق أيوة. انتوا بتفتحوا القفص من اول دقيقه كله مفيش جس لان احنا عندنا بتبقوا كلاعيبه وكجهاز فني بتبقوا شايفين المباراه دي مختلفه. يعني انا بشوف ومش بس المحل الحقيقه بشوف انه كل الفرق قدام النادي الاهلي بتيجي تقدم يعني واخرهم المقاولين بيلعبوا باقصى ما عندهم طاقتهم. طبعا لو الفرقه دي بتقدم المستوى ده كابتن شريف طول المسابقه الكره في مصر تبقى في حته تانية خالص. بص هو انا عاشرت الموضوع دوت وانا لعيب وانت مدرب وانا مدرب واحنا لعيبه كان ايامنا هي المباراتين للمحله او ثلاثه بكتير في سنه بتذاعوا منهم الاهلي والزمالك ولو ماتش نهائي كاس ولا حاجه واخد بالك. وانا مدرب كان ماتشات كتير بتتذاع بس في دايما المدرب بيجي فتره كده عايز يعمل محاضره تحفيزيه او بيحمس اللعيبه قبل المباراه ليله المباراه بعمل بالليل محاضره. بتقول لهم ايه يا كابتن شريف بقى؟ لا طبعا ماتش الاهلي بقى يعني بقى لا انا بعمل محاضره تحفيزيه في جميع المباريات ما عدا الاهلي والزمالك. هم متحفزين ماسكين المصاحف ليله المباراه وقاعدين وكل واحد عايز يظهر باحسن مستوى لان نسبه مشاهده حتى لو المباريات كلها مذاعه في مباريات الاهلي والزمالك اعلى بكتير قوي من اي مباراه ثانيه فاللاعب عايز يظهر في المباراه دي باحسن صوره عنده وبالتالي سعره في الاحتراف بقى يزيد ويبدا يبقى له رقم ثاني لعل وعسى الاهلي يبدا يفكر فيه الزمالك يفكر فيه الانديه الكبيره تفكر فيه وبالتالي انت مش مطالب انك تحفزه. انا بقى بعمل العكس ببدا لهم اهدوا مباراه زي اي مباراه ما تشدوش ليه لان ممكن الحماس الزايد يبقى يجيب نتيجه عكسيه خرجوا بره يبقى ايوه يطلع بره التركيز بتاعه فهي ماتش الاهلي والزمالك مش محتاج تحفز حد فاحنا واحنا لعيبه كلنا مش مستنيين مدرب يقول ايه احنا بنقعد نجمع بعض ونعمل لبعض محاضرات وخطوط مع بعض نجمع بعض ونتكلم طب انت خد بالك عندهم طاهر ابو زيد عندهم حشيش عندهم مش عارف واخد بالك نبدا نظبط احنا من غير محاضره مدرب وبعد تيجي محاضره المدرب. احنا عايزين نقول لهم حاجه بس يا احمد لعيبه المحله زمان يعني زي ما الشريف بيقول كان ماتشات قليله بتتذاع فكان اللعيبه بتتاخد منتخب مصر عن طريق الماتشات دي طرف اهلي او زمالك دلوقتي احنا عايزين نريحهم ان في ماتشات كتيره بتتذاع وهتتشاف واليوتيوب موجود فما يلاقوش هتشافوا يعني لا بس المحله السنه دي اعتقد مختلف عن المحله السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كانت اول سنه تقييم الدرجه الاولى لسه الرهبه وخصوصا ان هم قبل كده تعودوا ان هم يطلعوا وينزلوا تاني فكان في رغبه ان ايه ان احنا طالعين ونازلين تاني لما السنه دي قعدوا وبقى في ثقه اكتر اعتقد وبقى في شركه كوره مهتميه وبدات تعمل تدعيم وبدات تبقى في شكل احترافي اكتر شويه بدا يبقى في شكل افضل ولحد دلوقتي هم مادين اداء كويس يعني هم عندهم 8 نقاط من ماتشين ماتشين تعادل وماتشين والاربع مباريات عشان كده بقول بدايه السنه دي يعني مش ده المحله اللي كان بيصارع على هبوط السنه دي افضل والروح الطموح زاد عند الجمهور وعند اللعيبه يعني هم دلوقتي حطوا نفسهم في مسؤوليه كبيره جدا لعيبه المحله ايه هو ان دلوقتي الطموح كان عند جمهور والنبي يعني نبقى في نص الجدول نبقى شكل كويس نبقى بعيد عن الهبوط بعد النتائج ديت انت لعبت اربع ماتشات منهم ثلاثه بره ملعبك يعني احنا لعبنا في ماتش انبي بس اللي في المحله كان مكسب كبير كسبناهم 3-0 وبالتالي الطموح زاد عند الجمهور وبقت المسؤوليه اكبر لان إيه دلوقتي هتنافس على الدوري ولا ايه يا كابتن شريف؟ لا والله بدا الجمهور دلوقتي يتكلم ليه يعني السنه اللي فاتت كان كله الطموح ايه يعني ناخد بونت من الاهلي وربنا كرم وكسبنا لا السنه دي ليه ما نكسبش بقى ما احنا 8 بونت ممكن نكسب ونخش في المنافسه انا في النقطه دي بجد مش هبقى محايد برضو اقول انه انا مع كل الانديه الجماهيريه يعني مع فكره انه الانديه الجماهيريه دي الانديه اللي وراها ظهير